عقب الزيادة الحاصلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في كركوك، دعت الإدارة المحلية الحكومة ووزارة الصحة بدعم المحافظة لوجستياً لاستيعاب الأعداد الجديدة، في وقت أوضحت بأنها تمكنت من القضاء على مسألة شح مادة الأكسجين، وأنه تم توقيع أوامر إدارية لإنشاء معملين للأكسجين في المحافظة والثالث عبر متبرع. دعنا إلى وزارة الصحة وإلى الحكومة العراقية بدعم دائرة صحة كركوك، كون مرض كورونا لا ينتشر بشكل سريع، ربما تختنق حتى مؤسساتنا الصحية لا تستطيع أن تستوعب عدد الإصابات المضافة. ساعين لشراء مجموعة من القناني، وإحنا أحلنا هذا المشروع وخولنا الصحة بالشراء، وأيضا يوم أمس وقعنا أمرين إداريين بتنفيذ معملي أكسجين، واحد في الجمهوري والآخر في آزادي، أو واحد في حي النصر والآخر في آزادي، كون مستشفى الجمهوري هناك متبرع إنشاء معمل على حسابه الخاص وهو تبرع في كورونا. جهود إضافية للصحة كركوك من خلال فرقها الميدانية، والتي تقوم بمتابعة وإجراء الفحوصات للمحجوزين منزليا وبشكل دوري. منذ انطلاق الجائحة تم تشكيل فرق الاستجابة السريعة أو الرصد الوبائي أو الفرق المختصة أو الفرق الجوالي، هو نفس الاسم. ومنذ اليوم الأول قسمنا كركوك إلى 6 قطاعات: قطاع كركوك الأول والثاني، قطاع داقوق، قطاع الدبس، قطاع الحويجة الأول والثاني. وفي كل مركز صحي تابع للقطاع يوجد فريق من الذي ذكرت يقوم بمتابعة يومية للمصابين بكورونا، والتقارير تصل إلينا يوميا. ويبلغ عدد المصابين الكلي حاليا حتى إعداد هذا التقرير 1182، وعدد حالات الشفاء 1032، أما الوفاة فقد بلغت منذ ظهور الفيروس في كركوك 119 حالة. يبقى العلاج الأبرز للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بالتوصيات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي في ظل عدم وجود اللقاح حتى اللحظة. رودي أنور، العراقية الإخبارية، كركوك.